النقطة المهمة، إدارة نادي النصر في بيانها أشارت إلى نقاط خطيرة، خطيرة جدا يا سلطان، لما تتحدث عن أنه مواقف في المشاركة الآسيوية. يجب أن يعرف الرأي العام والوسط الرياضي ماذا يقصد، تقصد إدارة نادي النصر مواقف إبراهيم القاسم. يجب أن يوضح هذا الموضوع. أنت الآن تتكلم مو كلام رأي محمد العنزي ولا سلطان الغشيان ولا الثاني والثالث، أنت تتكلم عن منظومة رسمية تتحدث عن منظومة أخرى يمثلها إبراهيم القاسم، وقالت صراحة في بيانها هناك عملية، أو بمعنى أنه الأمين أحداث كثيرة قام فيها الأمين العام ضد نادي النصر. يجب أن تعرف هذا تصعيد، وهذا تصعيد خطير، هذا تصعيد ويجب أن يفتح تحقيق في هذا الموضوع. هذا تصعيد من نادي النصر، يعني اتهام خطير. هذا أسوأ ما في بيان النصر صراحة، ولا مقاطعة، بعيدا عن الخلاف، بعيدا عن أي شيء، لكن التغريدة الأخيرة من نادي النصر أعتقد أنها ارتكبت خطأ كبير جدا في هذا الاتهام والتصعيد والتهديد. ترى احنا بنجي ونقول. طيب أنا بعطيك يعني مجال، هذه ما اعتقد انها تليق بمنظومة رياضية. بعطيك مجال بس خل محمد يكمل بعدين جمال بعدين يجيك انت. لا لا، أسوأ ما بيان النصر، هذا رأيك واحترمه، ولكن بأمانة هذا رأي مجحف في إدارة نادي النصر. أنا لا أتحدث، شوف أنا أقول، أنا قلت كلامي، خل الأستاذ إبراهيم القاسم والاتحاد السعودي يطلعون أنه إدارة نادي النصر بين قوسين كذابة في بيانه. خلني أقولها كذا، أنا ما دافع عن إدارة نادي النصر، أنا أطلب الشفافية، أطلب الوضوح. إدارة نادي النصر من حقها أن تصدر هذا البيان إذا كان لديها إثباتات. هل تعتقد إدارة مثل إدارة نادي النصر تتحدث في بيان ومواقف بدون أدلة؟ طبعًا. هل تتوقع طبعًا. انه اداره طبعًا. نادي النصر انا ترى على فكره اتفق معك في هذا الجزئيه، الاتحاد السعودي وابراهيم القاسم ترى اخطا خطا فادح في انه ما تعامل مع نادي النصر بالخطابات الرسميه. كان العشم اكبر، تليفون واحنا خدماتنا لكم وبين ايدينكم، لكن الموضوع طلع اوت الظاهر. هل هذا لنفرض ان هذه الروايه صحيحه، انا لا اقرها ولا انفيها، لنفرض ان هذه الروايه صحيحه، اوكي، هل هذا عمل احترافي؟ هل هذا عمل الآن حنا نصير فيه بالتليفون وحب الخشوم؟ ما وا 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 انا ما ينفع، انا ما ينفع اعرض عليك، انا ما ينفع اعرض عليك فزعه بايميل، انا اعرض عليك فزعه بسالفه جهه رسميه تخاطب جهه رسميه اخرى. طيب. وفق لايميل، وفق لمخاطبات رسميه. طيب. لكن انه شفهيا واضح. لا لا لا، هذا الكلام ما بصحيح ولا هو احترافي ولا يمكن نقره. واذا حدث ترى ايضا الاتحاد السعودي لكرة القدم مدان في هذا الموضوع، انت تخاطب الأندية وفق خطابات رسمية. جميل. طيب.